بداية الأمر كانت جلبة أحدثتها بعض وسائل الإعلام المحلية عن ظهور موهبة عبقرية لشاب سعودي لم يتجاوز عمره 19 عاما أصبح حديث المهتمين بالمخترعين في دول أجنبية من بينها روسيا وألمانيا، وأن منافسة كبيرة تدور رحاها في أكثر من مكان حول العالم لاستقطاب هذه الموهبة السعودية التي قدمت مجموعة من الاختراعات العلمية المذهلة، أو هكذا بدت لنا الصورة. العناوين التي نشرت كانت مثيرة للاهتمام، وبدا الأمر مشوقا لنأخذ على عاتقنا رحلة البحث عن تفاصيله. أنا والله نشأت في أسرة طبيعية، يعني ما في والله أبوي مثلا عالم ولا دكتور، ولا أبوي مشهور هنا في المملكة تقريبا اسمه أبو رزق الزهراني، لقب، هذا لقب أبو رزق الزهراني، شاعر وحكيم والله. في بخصوص المدرسة يعني زي أي طالب، يعني ما في فرق إلا في الآونة الأخيرة، وبدأت أطلع برا، أطلع دبي، أطلع ألمانيا، هنا في الرياض مع مدينة الملك عبد العزيز على مشاريع. كانت بداية سعيد من ملعقة خاصة بلف المكرونة مزودة بمروحة للتبريد. وأنا تقريبا في الصف الثاني متوسط، تعرف الأندومي يوم الواحد يأكلها أوكي، مشكلة أنه يوم تلفها يعني بالشوكة تتنثر عليك، وثاني شيء حر كثير أوكي. قلت ليه ما أسوي حل المشكلة هذه، سويت زي الشوكة كذا لها دينامو ومبر زي المروحة كذا صغيرة تصميم معين أوكي. بعدين بعد ما طورتها خليت الحديدة نفسها تبرد المكرونة، وسجلت ابتكار ده في مدينة الملك عبد العزيز، وقدمت يعني غير الشوك هذا اللي سجلته قدمت 9 ابتكارات ثانية بفترة زمنية يمكن 5 أشهر بس. كل ما يتمناه هذا الشاب أن يحقق يوما حلمه بأن ينتسب يوما إلى مجال الطيران، ويرفع من خلاله اسم المملكة العربية السعودية عاليا في المحافل الدولية بتقديم اختراعاته للعالم، ليكون نموذجا جديدا للإبداع السعودي القادر على الابتكار